ما يزيد عن 3 أشهر من الحجر الصحي الجزئي بولاية تيزي وزو التي رفع عنها الحجر رفقة 18 ولاية أخرى. أولى أيام رفع الحجر كانت مغايرة لسكان الولاية خاصة بقلب المدينة. الحمد لله فرجع لنا ربي وان شاء الله يروح الوباء علينا هذا. مازال ديمونديو المواطنين اللي يجوا لهنا لعندنا ياخذوا الاحتياطات تاعهم، ماشي حتى نقول له انايا ولا جبد، هاي معروفه الكورونا واش فيها الاعراض تاعها، واش العفايس اللي يخلوك تحكمك هي الكورونا هذه. ديمونديو حنا من الشباب نحاول ان الحجز يحاذر واخو باش يروح علينا الوباء هذا. اليوم خرجنا الحمد لله وسافا، الحاله تمشي شويه. المقاهي، المطاعم وكذا النقل الحضاري للسيارات والحافلات، الكل يستأنف عمله ولكن بإجراءات احترازية ووقائية لتفادي عودة الفيروس. الحذر لي بروندر دي بريكوسيون لي بافيت الجل لا ديستانس فو غاردي توجور لا ديستانس. المواطن اليوم اصبح يتعايش مع هذا المرض وبدون شك انك راح يلتزم على مستوى ولايتنا إن شاء الله، وهذا نداء ربما نقدمه إلى كل المواطنين ومواطنات هذه الولاية، حتى هذه التوصيات الخاصة اللي معروفة اليوم وما يسمى بالجيست باريير إلى آخره، لابد باش المواطن يعني يلتزم باحترامها، لأن باحترامها أولا يمكن أن نعود إلى معيشة عادية للمواطن. رفع الحجر لا يعني نهاية الوباء، والحيطة في التعامل أساسية لضمان السلامة.